تلميم هي منطقة تابعة لولاية دبلي الشمالية، وهي من بين أهم المناطق التي تحتوي على آثار ومعالم تاريخية، ولعل آثار جامع عقبة ابن نافع المعلم الأبرز والأهم تاريخيا. تاريخية المنطقة اللي تعود إلى فترة زمنية بعيدة برشا، تعود حتى قبل الفترة الرومانية بطبيعة الحال، نظرا لوجود الآثار ووجود جامع عقبة ابن نافع، معناتها العديد من الآثار التاريخية اللي تبين قدم وعراقة منطقة تلمين في قبل. بالنسبة لجامع عقبة بن نافع، تاريخيا تأسس تقريبا حوالي سنة 49 هجري، معناتها عقبة بن نافع وهو في طريقه إلى القيروان خرج على معناتها منطقة أو الجنوب التونسي بمعنى أشمل، منطقة تلمين خصوصا أسس الجامع. معناتها هناك رواية تقول أنه على أنقاض الكنيسة، وروايات أخرى تقول أن الكنيسة بقيت محافظة على مكانها، والمسجد معناتها في نفس الحقبة التاريخية وفي نفس الفترة الزمنية. نتحدث فقط على البداية من القيروان، وهي العكس، معناتها كل العديد من المراجع والعديد من المؤرخين معناتها يقرون بابتعاد عقبة بن نافع والثلة العسكرية اللي معاه على الطريق الجادة، معناتها دليل آخر أنه هو أخذ طريق الصحراء، ومما يوحي كونه أخذ بطبيعة الحال معناتها طريق تلمين اللي هي كانت غالبيتها قبل ما يوصل تلمين ثغور معناتها تتبع الرومان، وهو وقت اللي سار على الطريق هذاك قضى على تلك الثغور حتى وصل تلمين التي تعتبر مدينة في تلك الحقبة الزمنية. وحتى الحميري معناتها وقت اللي حكي على تلمين وشبهها بالقاهرة أصلا، معناتها الرموز الآثار من الحجارة معناتها خاصة هنا اللي كانت موجودة، اللي هي تقريبا كلها معناتها تعود للحقبة الرومانية. الآثار خاصة العين هذيك اللي نسموها عين المليحة، اللي هي قديمة برشا، تعود ربما بنائها يعود إلى الفترة الإسلامية، لكن الحجارة اللي تبنت بها العين هذه تعود إلى الفترة الرومانية، خاطر الحجارة أغلبها رومانية، واللي هي على علاقة بالبئر هذي اللي لقيناه صدفة معناتها في وسط الجامع، واللي هو زاد معناتها ونحن بصدد معناتها حفر في بنا قاعدة للصمعة، لقينا البير وثم لقينا الحجرة اللي هي مكتوب منقوش عليها نص معناتها تاريخي، إلى الآن نستنوا معناتها في فحوى هذا النص أو مدلولات النص الحقيقية، خاطر الكلمات اللي لقيناها فقط كلمات معناتها بالنسبة لنا احنا معناتها فقط كلمات، ممكن 4 أو 5 كلمات فقط تعرفنا عليها، وبقية النص لم نتمكن من التعرف عليه، بالرغم من الكلام اللي وصلنا معناتها سواء الوزير الثقافة أو المعهد الوطني للتراث فرع قفصة في بيننا، معناتها وعدونا باش يعطونا النص الكامل، لكن الى حد الان ما لا اجابه معناتها. بالنسبه علاش بقى معناتها هو مجهول او اقل اهتمام، ممكن التركيز كان اكثر على جامع عقبه من القيروان، وحتى التبني ممكن بتاع وزاره الثقافه اللي هي متبنيه جامع عقبه من القيروان هو اللي اعطى اهميه اكثر. اصلا زاد حتى البعد معناتها بتاع المنطقه خلى معناتها ما تتعطاش أهمية كبيرة لجامع عقبة بتلمين، معناتها قبل ما تتحمل وزارة الثقافة المسؤولية نتحملوها احنا كمواطنين معناتها هنا للمنطقة، خاطر بصراحة الحجارة دي اللي موجودة هنا في الجامع ري ما تجيش حتى 10% من الحجارة اللي كانت موجودة، خاطر كلها معناتها الأغلبية تكسرت، استغلوها المواطنين عن جهل، معناتها خاطر هي بصراحة كنوز مشت معناتها ضاعت الغالب معناتها بحكم التدخل متاع المواطنين اللي هو ماهوش عقلاني وعن جهل، والإهمال اللي لقيناه معناتها من كافة السلطات المعنية. معناتها حتى مؤخرا معناتها استبشرنا في بالنا خير بقدوم الوزير وبقدوم أعضاء من المعهد الوطني للتراث خاصة فرع قفصة، في بالنا استبشرنا خير كون معناتها بشي يلقى شوي معناتها أهمية معناتها الموقع متاعنا، يا أخي بصراحة بالعكس معناتها زادت تطورت أكثر حكاية الإهمال، خاطر حتى في وقت اللي جو في بالهم بشي يرفعوا معناتها الحجارة وينحوا حتى الأثار اللي كانت موجودة معناتها تبين تاريخية المنطقة وتبين معناتها قدم المنطقة وعراقتها بالمقارنة مع أي منطقة أخرى سواء في قبلي أو في حتى في تونس، معناتها نعتبر من المناطق العريقة في تاريخ تونس. أتمنى أن صوتنا يوصل وتلقى تلمين معناتها خاصة تلمين معناتها تيريستا ميليني تلقى الحضوة التاريخية متاحها وتتعطى لها الأهمية التاريخية اللي تتمتع بها بصراحة.